اس راشد ديزاينز شركه بتشتغل في الانتيريور ديزاين والاركتكتشر واللاندسكيب بالعربي. وببساطه قوي بنشتغل في الفيلد من اول ما الارض تبقى فاضيه لحد ما حضراتكم تدخلوا بيوتكم بشنطه الهدوم، ولو كانت شركه يبقى هندخل باللابتوبس او بالاوراق بتاعتنا. يعني مرحله الديزاين بتاعت ارض فاضيه وعايزين نعمل عليها فيلا، عماره، مستشفى، اي حاجه، بنحتاج اول واحد هو المهندس المعماري بنحتاجه. فده اول سيجمنت بنشتغل فيه، ان احنا بنقدم التصميمات المعماريه وما يستتبعها من تصميم انشائي وصحي وكهرباء وتكييف. القطاع الثاني من الشغل لما الرسومات دي تخلص وتتحول الى مبنى زي اي وحده سكنيه حضراتكم بتشتروا، فيلا متشطبه من بره وخلصانه ومن جوه على الطوب الاحمر او على المحار. يبتدي دور شخص جديد اسمه الانتيريو ديزاينر، مش مهندس ديكور، وهقول لكم ليه دلوقتي لما نبدا. فالقطاع الثاني من الشغل من اول ما نبدا من الطوب الاحمر لحد ما ندخل بالهدوم، المنطقه دي كلها اسمها التصميم الداخلي. ودي موضوعنا النهارده، وهنطبق على وحدات سكنيه علشان احنا شفنا ان ده اللي ممكن يفيد حضراتكم في الغالب. الجزء الثالث اللي بنقدم فيه خدماتنا اسمه لاندسكيب او تنسيق الموقع. ما بين كل مبنى ومبنى في ارض فاضيه، الارض دي فيها طريق وفيها ممر مشاه وفيها جرين اريا وفيها حمام سباحه وفيها اضاءه وفيها حاجات، الحاجات دي اسمها تنسيق الموقع. فاحنا بنشتغل في الحته الثالثه دي، وده جزء مكمل للنشاطين اللي باقيين. خليني اعرفكم على شغلنا اكتر. احنا شركه بدات سنه 1996، انا مهندس معماري خريج هندسه القاهره دفعه 94. اشتغلت شهور كده في مكاتب اساتذتي، وبعدين في 96 بدات المكتب. اشتغلت في المرحله الاولى يمكن اول 10 سنين هندسه معماريه تماما قبل ما ادخل انتيريور، واشتغلت حاجات كتير قوي، سكني وتجاري واداري وتعليمي والى اخره. وبعدين خدت دبلومه في الانتيريور ديزاين من البريتش كوليدج اوف انتيريور ديزاين في لندن، وبدات ادخل على الانتيريور اكتر ريتيل وريزيدنشال، يعني بيوت ومحلات ومعارض والى اخره. احنا شايفين ان شاء الله ان احنا هنبقى تراستد براند نيم، علامة موثوق بيها جدا في العالم بتاع الانتيريور ديزاين. يعني ان شاء الله على اللونج ران بمجهود كتير، احنا بقى لنا 20 سنة شغالين لحد ما اموت ان شاء الله. كل ده مجهود علشان نحول اللوجو اللي قدام حضراتكم ده الى تراستد براند نيم، زي ما بي ام دبليو تراستد براند نيم في العربيات. ان شاء الله احنا طموحين ان احنا نبقى كده في منطقة الانتيريور ديزاين. والفوكس بتاعنا على مصر، وبنطلع دلوقتي للدول العربية المحيطة، عملنا في ليبيا، عملنا في الجزائر، عملنا في السعودية. فبنشتغل في دول تانية عشان بعد كده ندخل في منطقة تانية. الميشن بتاعتنا عشان ندخل في موضوع الندوة على طول، مينلي احنا ديزاينرز بنقدم افكار وتصميمات، ده الكور بتاع البيزنس بتاعنا، سواء كنا في هندسة معمارية او انتيريور او لاندسكيب. بننفذ بننفذ، بنفرش بنفرش، بنعمل كل الحاجات، بس كل الحاجات التانية كل الناس تعرف تعملها. اغلب حضراتكم يعرف سباك وكهربائي ونقاش ويعرف معارض الموبيليا ويعرف يعمل كل الكلام ده. الحتة المين اللي في البيزنس هي منطقه الفكر والافكار، فهي دي الحته اللي احنا شايفين احنا شغالين فيها. احنا بنصمم فراغات في المقام الاول والاخير. الفراغات دي اللي احنا بنقدمها باذن الله زي ما هنشوف في الندوه، بتمد حضراتكم او اي يوزر بغالبا حاجه من الحاجات دي او مجموعه اشياء من الحاجات دي. اللي بيروح لمصمم داخلي غالبا بيدور على الراحه، وبعدين يبتدي يسال على الجمال، وبعدين يعلى يروح للرفاهيه، وبعدين يعمل حاجه اسمها الايمج، انه يبقى دايما بيته زي قاعدي كده. لما هنمشي من هنا هنفضل فاكرين المنظر ده، المنظر ده اسمه الايمج. وحته الايمج دي مهمه قوي للناس اللي بتشتغل في الكوربريت والمحلات، فبيهمهم قوي الصوره الذهنيه. لما اقول لكم فودافون اكيد اليافطه الحمراء وعليها العلامه وشكل المحل من جوه، اند سو اون بقيه الشركات يعني. فاحنا بنشتغل في الحته دي. والهاي ريتيرن اوف انفستمنت لو كنا بنستثمر بقى، يعني لو شركه بتفتح سلسله محلات، سلسله معارض، بتنافس، بتكمبيت في السوق، فانا اللي بحضر لهم هذا الشغل علشان يقدروا ينافسوا في السوق. اخر حاجه البليجر، لو انا اديت حضراتكم كل الحاجات اللي فوق دي وما اديتش متعه، خرجت في نهايه التجربه مش سعيد معايا، في نهايه الندوه مش سعيد، في نهايه المشروع مش سعيد، اكيد انت مش هتكمل معايا، مش هتقدم ريكومنديشن لاي حد بينا يعني. هنعمل ده ازاي يا جماعه؟ احنا بنلعب قوي 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 على الفهم الجيد لاحتياجات العميل. لازم نقعد معاه كويس جدا، هركز على البيوت في كلامي، يعني نفهمه كويس قوي، هو ومراته واولاده، نفهم البيت ده بيفكر ازاي، بيعيش ازاي، حياته ماشيه ازاي، لان هي دي نقطه البدايه بتاعتنا زي ما هنتكلم برضه. الجزء الثاني بيبقى الرغبات، في عند كل عميل احتياجات وفي رغبات، وهنفرق بينهم في الندوه النهارده ان شاء الله. الحاجه الثانيه، المجال بتاعنا ما ينفعش من غير تالنت، يعني اي حد ما عندوش موهبه لا يمكن يعني حتى يبدا، مش يكمل، ما يقدرش يبدا، لان هي المهنه قايمه على الفن بشكل رئيسي جدا.
الانوفيشن الابتكار، اذا ما كنتش قادر تحط حلول مبتكره للمشاكل اللي بتقابلك يبقى انت اكيد مش هتقدر تساعد الناس كويس. الديتيلينج، مهنه الانتيريور ديزاين ديتيلينج لحد ما الواحد دماغه توجعه، بنتكلم في الملي واجزاء من السنتي، وهو ده الاحساس. تخنت الخشب 18 ملي مش 2 سنتي، 18 ملي، فاحنا بنتكلم بالملي، فالديتيلينج في كل حاجه مهمه. الاحترافيه، من غير احترافيه مفيش حاجه هتحصل، هدي لك ورق جميل وبعدين تعمل بيه حاجه، لازم ابقى بروفيشنال كفايه ان انا اعرف انفذ وافرش واجيب الشاطرين قوي واقف عليهم عشان اطلع لك البرودكت في الاخر، هي دي الفاليو. الحته الاخيره دي بقى اهم حته، دايما كل واحد ناوي يستعين بحد في المجال بتاعنا بيبقى في دماغه حاجات هو عاوز يعملها. لو المهندس نجح انه يعمل الحاجات دي، طب ما هو ما عملش حاجه، هو خد اللي في دماغ حضرتك عمله. لو هو ادى لاير ثانيه فوق اللاير اللي انت مستنيها، يبقى هو تخطى التوقعات بتاعتك وعمل لك ادنج في حياتك، سواء كان في اللايف ستايل، في الديتيلينج، في الذوق، في الاخر. لو عرف يعمل ده يبقى هو تجاوز توقعاتك كمهندس. احنا مؤمنين جدا بان الكلاينت ساتسفاكشن او ارضاء العميل ده نمره واحد، وطالما العميل بيفضل يشتكي معناه ان في مشكله، في مشكله في السيستم، في مشكله في الشغل، في مشكله ما اتحلتش، وبالتالي هو من حقه يبقى مش راضي. فارضاء العميل نمره واحد. وانا مؤمن جدا بشكل شخصي ان التاريخ بيصنعه البشر والافراد وليس الماتيريال والفلوس والاخر. يعني الشخصيات العظيمه في التاريخ كله هي اللي عملت التاريخ بعقلها وفكرها، وبالتالي فريق العمل اللي بيفكر وبيشتغل وبيحط موهبته وافكاره ده هم دول راس المال الحقيقي، مش انا معايا فلوس قد ايه. الفهم بعيد عليه تاني اللي قلته فيه ان انا لازم افهم العميل كويس. العمل الجماعي، والحمد لله احنا بنشتغل فيها كويس قوي، احنا جروب مش كبير، بس كل موضوع بيتحط كبير ولا صغير لازم يتحط على الترابيزه واجمع اراء كل الناس ونشترك في الاراء عشان نطلع راي مشترك ونطور الديزاين مع بعض ونطور المشروع مع بعض. اخر حاجه التحسين مستمر في كل كتب وكل المواد العلميه للتنميه البشريه، من غير كونتينوس امبروفمنت انت مش هتوصل لحاجه، هتبقى وصلت لمنطقه كويسه وواقف محلك سر، هتعلى طول ما انت بتحسن وتعيد من الاول تاني وتعدي على كل منطقه تطورها تاني. احنا بنشتغل زي ما قلت لحضراتكم، انا خلاص دي وضحتها، بنشتغل في الانتيريور ديزاين، بنشتغل في تصميم معماري، في تنسيق الموقع، في التشطيبات، تنفيذ التشطيبات، في توريد المفروشات. بسرعه كده هفرجكم شويه حاجات من شغلنا ومش هطول فيها عشان نبدا بقى في موضوعنا اللي يهمنا النهارده، فهجري شويه في الصور. دي فيلا في الشيخ زايد، ده الريسبشن بتاعها، دي اوضه النوم الماستر بتاعت صاحب البيت، ده المطبخ اللي في الريسبشن، مطبخ مفتوح. دي فيلا ثانيه في المعادي، ريسبشن كورنر في الريسبشن في المعادي، المطبخ المفتوح، الماستر بيد روم بتاعت ابنهم اللي عنده 28 27 سنه، حمام بتاع نفس اوضه النوم، كاتشينات وبار في الجيم في البدروم، حمام ضيوف، تواليت ضيوف، حمام على الروف، مثبتين ازاز ويندو ثابته وفي تهويه جايه من ناحيه ثانيه، وعاملين لاندسكيب في الروف زي ما انتم شايفين، الصبارات والشجر والى اخره. دي فيلا في الرحاب، ده كورنر فيها تاني، اوضه النوم بتاعت الفيلا دي. دي فيلا في المعادي لسه، ده ديزاينز اللي فات ده كله كان صور من الحقيقه، دي تصميمات لسه ما اتنفذتش، ده في التجمع الاول كلاسيك، سيمي كلاسيك او لايت كلاسيك بنسميه، في مجاوره الدبلوماسيين في القاهره الجديده. دي في ليبيا في بنغازي، دي في الشيخ زايد، ده تصميم معماري، سيبنا الانتيريور ورحنا على ارض فاضيه بنطلع ديزاين. ده بيت في بنها في وسط الريف، انا قاصد السكتش كده عشان يبان ان هو في وسط الطين وارض فاكهه في وسط البرتقان، فدهناه بلون البرتقان. دي التفاصيل بتاعته، عاملينه قديم شويه عشان يليق على الفلاحين. الباب حارقينه خالص ومقدمينه، والمطرقه اللي على البيت ده ما فيهوش جرس، لازم عشان تروح تخبط على الباب، فبنخبط بالمطرقه بتاعت زمان وحاطين لها اسيدز ومقدمينها وحارقين الباب عشان يبان ان هو من 50 60 70 سنه لورا يعني. ده اللاندسكيب بتاع الفيلا اللي في المعادي اللي شفتوها احمر في اسود في الاول، كورنر، شلال بيرمي على حمام السباحه، ده قرية سياحية بتاع شركة العمل بترول كنا مخططينها زمان قوي في أول ما فتحت. دي في السويس قرية سياحية تانية، ده شغل كوربريت شركات، شركة دي في القرية الذكية، قهوة ومطعم في الحرية مول، محلات اشتغلنا في الريتيل كتير قوي، موبايل شوب في المعادي كارفور، نوكيا،
حضراتكم تقدروا تشوفوا تفاصيل اكتر على الموقع yr-d.com، تبعتوا لنا ايميل وتتواصلوا معنا في نمر التليفونات دي وتحت امركم في اي استفسار.